على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب مدينة الداخلة وعلى مقربة من الحدود الموريتانية يقع المركز الحدودي البري الجرجرات. هذا المركز يعتبر الشريان الرئيسي لحركة النقل البري بين المغرب ودول القارة السمراء. شاحنات لنقل البضائع وسيارات من مختلف الأحجام تمر يوميا عبر هذا المعبر في كلا الاتجاهين. ولضمان نجاح مختلف العمليات المصاحبة لعملية العبور، عملت الجهات المختصة على توفير مختلف الظروف التي تضمن نجاح هذه العملية من خلال الحضور البارز للسلطات الأمنية التي تعمل باستمرار على ضمان انسيابية الحركة. المركز يتوفر على أجهزة مراقبة متطورة، كاميرات لرصد الحركة، وسائل تقنية حديثة، وأجهزة للفحص بالأشعة. داخل هذه المقصورة كل ما تحمله العربات مكشوف، وسائل وإجراءات تساعد على ضبط مختلف حالات التهريب والغش. هذا المركز يعد مجالا خصبا لإنعاش الاقتصاد بالمملكة عموما وبجهة الداخل وادي الذهب بشكل خاص. عشرات الشاحنات المحملة بمختلف أنواع السلع من مواد غذائية واستهلاكية تعبره بشكل يومي. أنا جاي من الدار البيضاء غادي لنواكشوط إن شاء الله. إحنا كنتواجدو دابا في القرقارات الحدود. إحنا جايين مع تيسير الله. احنا عندنا 4 ايام الطريق دابا و 4 ايام دابا باش جينا الصباح دخلنا. احنا جايين ما جبنا مقارون نواكشوط واحنا كنتسناو هنا النوبه باش ندخلوا ان شاء الله ندوزوا ندخلوا لموريتانيا ان شاء الله. والطريق راه عيان شويه من طنطان بوجدور للداخل، راه الطريق مكرفسه بزاف، الطريق مكرفسه. ايوا بنادم يشور وصافي، ما كاينش الشوار في الطريق، كاينه تماره شويه ولا موريتانيا هي كاينه الطريق تاع عيانه شويه، والحراره والعجاج الرمله فيه بزاف د الحوايج. لما صبرتي ما تدخل لهاد البلاد وصافي، كاين ما احسن من بلادنا وصافي. اش غندير رزق يعني الخبز جبنا لهنا، ما عندنا حركه السير في امام مشيتي الى بلاد كيشور القضيه غتكون مزيانه، وجيتي كتجري ولا شي حاجه راه غيكون شي مشكل لابد، شي امبانات ولا شي حاجه مهم لابد غيكون. انا جاي من الدار البيضاء ومتجه للنيجر. الحمد لله الحمد لله على هذه المهنه، لان كبرنا وكبرنا منها وليداتنا، ولله الحمد على المبادره اللي كديروا الطيبه، لان كتزورونا وكتشوفوا المحاين ديالنا وكتردوا بالكم لنا. الحمد لله، شكرا لكم، شكرا لكم جزيلا على الالتفات اللي درتوا، وكتشوف كتنظروا لهذا السائق المهني بهذا العين. انا كنعتبر عين الرحمه لله سبحانه وتعالى باش كتوصلوا هذا الميساج لهذا السائق المهني باش يوصل، باش يقول الكلمه ديالو. هو راه هو في عذاب، ولكن ولله الحمد كتخفوا عليه هذا العذاب. المعبر يسجل تطورا مستمرا لاعداد الاشخاص والعربات التي تعبره. التنظيم المحكم للعمل داخل مرافقه والتعامل المتميز للأطر العاملين به جعلت مختلف العابرين المغاربة والأجانب يبدون ارتياحهم من العمليات المصاحبة لعملية العبور. المنطقة الحدودية الأجواء بخير، غادي النظام مزيانة بخير وعلى خير. مشارجينا من أكادير طالع للموريتان، كانوا كنمشيو نطلعوا للسينيغال، النيجر، كوتيفوار، مالي، ما قاعد تيجا كنمشي لهم هنايا. شاك فوا جو في لا روت دو تون جوسكا السنغال داكار. ici le Maroc c'est notre deuxième pays. Nous on est là. On fait toujours la route. On n'a aucun problème sur la route. Ici on nous traite comme des Marocains. On n'a aucun problème avec la douane, ni la gendarmerie, ni la police. On passe régulièrement, on passe et on retourne. On n'a aucun problème ici. الحمد لله الاجواء مزيانه بخير من المغرب الى موريتانيا. الجو مزيان، الارض كلها متامنه، ما كاين مشاكل، ما كاين حتى شي حاجه. الحدود المغرب مضبوطه مزيان، متامنه مزيان بالشرطه ديالها بلادي، وكل شيء الحمد لله بخير. البضاعه ديالنا كنجيبوا السلعه الصينيه من الصين للموريتان،
من موريتانيا لهنا، عندنا صفقات مع الموريتانيين خوتنا اصدقاء، تجاره العيون طنطان الصحراء كلها دول الملابس. الاجواء الطريق مزيانه دابا حاليا، كنجيو الطريق مزيانه، كنجي خاوي كنسرجي الحوت من وادي وكنرجع بحالي طنجة، كيدي شي بور اخر كنمشي لاسبانيا. المركز الحدودي القرقرات يعرف عملية تأهيل واسعة، ما سيمكنه من أن يكون في مستوى الدور الذي يطلع به كبوابة للمغرب على عمقه الإفريقي.